من غدا للمحبة غارس على منهج الخير أغلى المدارس وفي صحبة الذكر نور الحنايا وبالذكر يزدان عطر المجالس بمجلسنا فيض نور العقيدة وتبيان أسمى المعالي الفريدة وذكرك يا رب يمحو الخطايا وتسعد فيه القلوب الوحيدة هنا قد أتانا من الدين الإكرام وكفارة المجلس اليوم الطهرى بأرواحنا من عظيم النوايا وفي مجلس الخير بالذكر عطرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتبهوا لهذا الحديث العظيم الذي يتكرر معنا كثيرا يعني نفعله كثيرا، بعضهم يقوم به 5 مرات في اليوم ولكن يغفل عن الذكر والدعاء. روى هذا الحديث صحابي جليل، أيما جليل، فخر الأمة، أبو حفص عمر بن الخطاب أمير المؤمنين فاروق الإسلام، يقول اسمع القضية الكبرى التي بعض الناس الآن يرى أنها سهلة وأنها يعني تحدثنا عن هذا، عارفين يقولون حديث العجائز، يعني يجمع الصحابة أمير المؤمنين فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء أو أحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها من يتها شاء أو من أيها شاء. رواه مسلم في الصحيح. هدية، ايوه ترى قضية كبرى، لا تقول الناس الوضوء معروف، لا تضيعون الناس كلام عام كذا في الفكر يعني والفلسفة، انطلاقات وأوهام وكلام ما تمسك منه شيء. لا، هذا هو علم الصحابة. أمير المؤمنين مدرس الآن، أمير المؤمنين علم عمر، والصحابة منهم أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان، علماء الصحابة قدامهم سمعوا هذا ويتوضون كل يوم، لكن يقول كذا جمعهم عشان في قضية كبيرة مهمة جدا، مهمة لأن تمر بك كل يوم 5 مرات. وشوف الأجر، شوف الأجر، بعض الناس يتكلم ساعتين ما في أجر ولا بيوصلك لشيء، لا جنة ولا شيء، بس كلام تنطلق من أطر وتنبثك في بوتقة وفي أرضية مشتركة وفي اتصالات إنسانية وقضايا تربوية تتصل بالفكر وتتصل بحركة الذهن، دور ما تلقى شيء، كلام فاضي فارغ. عمر بن الخطاب شيء محدد، مشروع، مشروع من الرسول صلى الله عليه وسلم قدام عينك أتى. شوف الدرس، من المدرس؟ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، أبو حفص، ومن هم الطلاب؟ عثمان وعلي وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر قدامه. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أنصتوا قضية كبيرة خطيرة جدا، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء عليه، توضأ، توضأ وضوء شرعي سني، فلما انتهى من الوضوء قال في لفظ أحمد في المسند قال نظر إلى السماء، كذا نظر إلى السماء، أشهد لا إله إلا الله بعد ما تنتهي وحده لا شريك له وأشهد محمد عبده ورسوله، اسمع الجائزة، فتحت له أبواب الجنة 8. في شاعر سوري يقول وقل لبلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا به ترقى أبواب الجنان 8. هذه قضية كبيرة، وش في موضوع أخطر من هذا؟ أجل تعلمني شيخ ولا شيء، علمني دقائق السياسة، خلي السياسة أبشرك كفوك، ويجيك في مسألة صغيرة خلافية فكرية فلسفية. والله إني أقرأ في كتاب يا واحد إنه ألف عن سقراط، لا أرسطو، آسف وأنا غرت بها، أرسطو 25 كتاب وما ألف عن الله كتاب واحد، وترجم أرسطو في خطابة أرسطو وتفكير أرسطو وشعر أرسطو وأدب أرسطو، أرسطو 5000 سنة ولا في سند بينه وبين أرسطو، بس كذا مهيوم بس علشان يشغلنا برسالة، وفي الجامعة أرسطو ويقوم أرسطو وقال أرسطو
أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه؟ بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وجبريل ينزل عليه، والسند بين نحن. والله ما نقبل، أنا تخصص حديث، إن ما نقبل كلمة مزور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، حتى تجد محدثين ألف سنة يبحثون. طيب أعطاني فين ورسله، متى قالوا، من قال أنه قال ورسله؟ عندك سند؟ بس أشغلنا ونظارات وتفكير وفيلسوف ودكتور وبروفيسور قال أرسطو، واللحن عند أرسطو، والموسيقى عند أرسطو، 25 كتاب، وما ألف سطر عن محمد صلى الله عليه وسلم ولا سطر عن القرآن. أمير المؤمنين لا، ما عنده عمر الخطاب، الدرة عنده تسوى الدنيا، يهرب منه العفاريت الجن. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايه يشاء. الله اكبر. قاموا الصحابه فرحين ويجددون البشرى وراحوا يخبرون واخبرون حتى وصلنا الى الان، وترى الخبر وصل الى شرق الصين، وصل الى غرب اوروبا، والان انا حضرت مساجد في اوروبا وفي امريكا وفي الصين وفي الفلبين وفي الهند، ويخطبون يوم الجمعه. قال عن امير المؤمنين رضي الله عن علماء، أنا وجدت عالما في الهند في غجرات عمره 8 سنة، كرر صحيح البخاري 35 مرة درسه، يقف كذا. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمد عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وأنت توضأ 5 مرات لا تنسى، بلغه. هذا رسالة عمر بن الخطاب من محمد صلى الله عليه وسلم عن الله، سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمدا. الله يتقبل منا منكم، ويصلي على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين. أيا من غدا للمحبة غارس، على منهج الخير أغلى المدارس، وفي صحبة الذكر نور الحنايا، وبالذكر يزدان عطر المجالس، بمجلسنا فيض نور العقيدة، وتبيان أسمى المعالي الفريدة، وذكرك يا رب يمحو الخطايا، وتسعد فيه القلوب الوحيدة. هنا قد أتانا من الدين الإكرام، وكفارة المجلس اليوم الطهرى، بأرواحنا من عظيم اللوايا، وفي مجلس الخير